لكن خلوني بصراحة أعرب عن تفاؤلي الشديد وتوجه بالشكر للمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، لأنه الحقيقة تلقيت منه اتصالا النهاردة وقال لي أنه متفاعل جدا مع المبادرة بتاعتنا الخاصة بتوفير أموال لحل مشكلة المياه والصرف الصحي في مصر. احنا كنا فتحنا الملف ده امبارح، وكان أيضا مشيخة الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قال لنا في تصريح أو يعني مكتبه مكتب المستشار محمد عبد السلام، بلغنا ان سيتم زيادة الدعم المقدم من بيت الزكاة الى الدولة فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي. النهاردة كمان المهندس محمد السويدي عنده مبادرة مهمة جدا هتتفاعل مع هذا الامر. المبادرة او الفكرة اللي بيقولها المهندس محمد السويدي اللي احنا قلناها امبارح في برنامجنا، ان في عدد كبير جدا من رجال المال والاعمال بينتموا الى محافظات او مسقط رأس كل واحد فيهم. الفكرة اللي بيقولها المهندس محمد السويدي ان احنا هننشئ صندوق وهيبقى بيتحط فيه التبرعات الخاصة بهذا الامر طبقا، ودي فكرة مهمة جدا قالها المهندس محمد السويدي، كل رجل اعمال يشوف مسقط رأسه فين او البلدة اللي هو كان بينتمي اليها، وبالتالي يبدأ يتفاعل ويتبرع بالمبلغ اللي هو عايزه. انا سعيدة جدا الحقيقة، المهندس محمد السويدي من الناس اللي انا بشوفها دايما نشيطة وبتتفاعل، ما عنديش اي مشكلة ان طول الوقت يتقال ان احنا بننحاز للبعض، لكن لما بيكون في حاجات كويسة جدا ومبادرات حقيقية من القطاع الخاص لازم نشيد بيها وبشدة. خلوني افهم تفاصيل هذه المبادرة من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر. مساء الخير يا باشمهندس. نور فندم، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، وبشكرك بشدة على تفاعل حضرتك الدائم معانا ومع المبادرات والافكار اللي احنا بنطرحها. ممكن حضرتك تطلع المشاهدين على المبادرة اللي حضرتك بتفكر فيها؟ انت حضرتك كنت امبارح كلمتي على انه احتياجات الصرف الصحي في مصر حوالي 200 مليار جنيه. الرقم ده طبعا رقم كبير، واحنا يهمنا جدا صحة المواطن. لما حضرتك صحة المواطن تحسن، الاعباء عليها تتحسن، تقل، الدنيا نفسها تتحسن. المشكله هنا حضرتك انه الصرف الصحي ده بيدخل كل قريه وكل بلد احنا جايين منها. يعني دايما حضرتك تلاقي اغلب الناس لها مسقط راسها. لو كلمت عليها انا نفسي هكلم لحضرتك الشرقية من بلد معينه. كويس، فالبلد دي انا احب اعرف يتعمل فيها ايه، وبالتالي اقدر اساعد ان انا في المشروع اللي يساعد اهل بلدي اللي فيهم. دي السمه الطبيعيه في المصريين. فاغلب الناس حضرتك يحب يصرف في المكان اللي هو فيه، سواء زكاه او صدقه او حتى خارج كل النطاق، عايز يساعد اهله، مش عارف الطريقه يعملها ازاي، لان لما بيجي يتقدم مثلا ان هو عايز يعمل مشروع صرف صحي او مشروع معالجه ميه او مشروع ميه، طبعا بيعاني الامرين من اجراءات. طب احنا بنقول دلوقتي الحكومه عملتها، والحكومه عملت الدراسات وعندها مسح شامل على مستوى جمهوريه مصر العربيه. نتمنى ان الحكومه، وده المبادره اللي هندخل بيها من الائتلاف دعم مصر ومن اتحاد الصناعات المصريه، الحكومه تيجي تطرح علينا ال 200 مليار جنيه دول هي مخصصاهم فين على مستوى قرى مصر كلها. وبالتالي حضرتك كل رجل اعمال ولا سياسي ولا مواطن او غيره هيروح يساعد في المنطقه اللي هو فيها. كويس، قدروا يساعدوا بقيمه 100% اهلا وسهلا، قدروا يساعدوا ب 50% اهلا وسهلا. كويس، المبلغ اللي هيقدر يطلع بيه هيساعد ويقلل جامد جدا حضرتك في مبلغ اللي هو مخصص ل عملية الصرف اللي موجودة. لأن حضرتك لما تلاقي المبادرات مثلا معالجة المية في مصر أو كده، تلاقي دايما مبادرات فردية وغير كافية، لأن في الآخر أنا ما أقدرش أخش على محطة لكن أقدر أعمل توصيلة مية، توصيلة صرف بسيط. لا حضرتك عشان نخلص أو نقضي على المشكلة من جذورها إن شاء الله، فكلنا نتكاتف وبطريقة الناس مرحبة بيها، ما فيهاش إرغام على حد، بل بالعكس دايما الواحد يحب يحل مشكلة من جذورها في المنطقة اللي أنا بنتمي منها أو المنطقة اللي أنا جاي منها. فنغض النظر بقى عن النية والغرض، دي نركنها على جنب، أنا في الآخر ليا إن المشروع ينتهي والمشروع يساعد ونسرع في تنفيذه إن شاء الله. فهنا هننتظر من الحكومة بإذن الله،
وهنخاطبها رسمي انها تبعت لنا تفصيليا ايه محطات الصرف اللي فين في انهي قرى على المستوى، او محطه ممكن تبقى عده قرى مشتركه، وهو الكلام ده كله بحيث ان شاء الله ان يتم المساعده والتعاون من الجميع نخلص باذن الله من المشكله اللي بتقرق المصريين كلهم. بشكرك وبحيي حضرتك بشده، وان شاء الله يعني هنتواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق، لان المفترض ان هم عندهم زي ما حضرتك تفضلت الدراسات الخاصه بعمليه التمويل وكل مكان هياخد وقت قد ايه وهياخد تكلفه قد ايه. احنا مع حضرتك يا فندم في هذه المبادره، وبشكرك بشده مره اخرى على تفاعل حضرتك مع هذا الامر، وبتمنى لحضرتك التوفيق دايما. شكرا 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 المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر.